بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شطار نروح لدرس جميل من دروسنا، درس مين؟ الأطوال أي المسافات. وفي البداية نتعرف على إيه الوحدات اللي بقيس بيها الطول. عندنا وحدات متعددة، طب مين نعيمهم؟ مين أكبرهم؟ الكيلو متر بتاع طريق السفر بتاع المسافات الكبيرة، يليه المتر للمسافات المتوسطة زي المباني، ثم الديسيمتر، ثم السنتيمتر، وأصغرهم المليمتر. يلا نقولهم تنازلي من الكبير للصغير: كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. طب الكيلومتر ده الكبير، لو اتفك يطلع كم متر؟ 1000 متر. وأغنيته الكيلومتر 1000 متر. طب المتر والديسي جران، من دل ده من دل ده من دل ده، كل دول جيران صغيرين، الفرق بينهم 10. المتر مع الديسي 10 ديسم، من الديسي للسنتي 10 سنتي، من السنتي للملي 10 ملي. طب بص لدي، من المتر للسنتي فين المتر؟ اهو. فين السنتي؟ اهو. ده احنا سيبنا بينهم واحدة، يبقى نطتين، هنا 10 وهنا 10، ما بيتجمعوش. 10 في 10 بـ100. طب من الديسم للملي، الديسم اهو والملي اهو، نطتين 1 2، 10 في 10 بـ100. يبقى من اول المتر لحد الملي كل 2 جيران الفرق بينهم 10. طب لو سبت خانة يبقى 100، لكن من الكيلو للمتر ده دي المسافة الكبيرة، النطة دي لوحدها بـ1000. الكيلو متر 1000 متر. ونشوف مسائل. يلا يا شطار، اغنية مشهورة مع مستر حامد البيومي: الكيلو متر 1000 متر، طب النص كيلو 500، طب الربع كيلو 250 متر. نغنيها سوا: الكيلو متر 1000 متر، والنص كيلو 500، والربع 250. طب من المتر للسنتي، المتر 100 سنتيمتر. طب 2 متر كم سنتي؟ 2 في 100 بـ200. طب 7 متر كم سنتي؟ 7 في 100 بـ700. طب لو عكسنا الجملة، كام متر يطلعوا 900؟ نخبي 0 او اقسم على 100، تبقى الإجابة كام؟ تبقى الإجابة 9. برافو عليك اللي قال معايا. طب من الديسي للسنتي، الديسي 10 سنتي. طب 5 ديسم، 5 في 10 بـ50. طب 7 ديسم، 7 في 10 بـ70. طب اعكس الجملة، كام ديسم بـ80؟ ينخبي 0 ينقسم على 10، تبقى الإجابة 8. شفت سهلة وجميلة ازاي؟ ونشوف شريحة اخرى: 5 كيلو متر كم متر؟ الكيلو الزعيم، الكيلو متر 1000 متر، يبقى 5 في 1000 بـ5000. طب 7 كيلو، 7 في 1000 بـ7000. طب اعكس الجملة، كام كيلو يتجمدوا بـ9000؟ ينخبي 3 أصفار ينقسم على 1000، تبقى الإجابة 9. طب 12 ألف متر كم كيلو ينخبي 3 أصفار ينقسم على 1000، تبقى الإجابة 12. طيب نيجي لدي، 6 متر كم سنتي؟ المتر 100 سنتيمتر. 6 متر بـ600. طب 8 متر يبقوا كام؟ 8 في 100 بـ800. طب كام متر يبقوا 300؟ نقسم على 100، تبقى 3 متر. طب 700 سنتي يطلعوا كم متر؟ من صغير لكبير نقسم على 100 او نخبي 0، تبقى 7 متر. ونشوف سؤال اخر اجمل واجمل: المسافة بين بورسعيد واسكندرية، والاتنين مدن ساحلية جميلة في مصرنا العزيزة، ده بلد وده بلد، بدم بلد وبلد، يبقى المسافة بينهم طويلة، يبقى ايه الوحدة اللي بقيس بها طرق السفر؟ برافو برافو برافو.
بوحدة الكيلو متر. طب طول القلم الرصاص ده مسافة صغيرة تتقاس بوحدة السنتيمتر. طب ارتفاع مبنى سكني، عمارة سكنية، ده من المسافات المتوسطة يبقى بوحدة المتر. طب طول حشرة صغيرة جدا جدا يبقى بالميم ميم ملي متر. طب طول شارع، الشارع من المسافات المتوسطة بيتقاس بوحدة المتر. طب سمك سلك كهرباء رفيع، بدام رفيع يبقى بوحدة المليمتر. طب ارتفاع احد الاهرامات، ده مبنى من المباني الاثرية الجميلة في مصرنا العزيزة، يبقى بوحدة مين؟ المتر. السؤال الاخير، المسافة بين الاقصر الجميلة والقاهرة عاصمة مصر العزيزة بوحدة، اقول له دي بلد ودي بلد، محافظة ومحافظة، يبقى بوحدة ايه؟ بوحدة الكيلومتر. كده خدنا التحويلات وعرفنا الوحدات في درس الوحدات في درس الأطوال الجميل الخفيف. يا رب يكون اتفهم يا ولاد. تحياتي مستر حامد البيومي.